في ظل تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، تعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مدار الساعة لإجلاء مواطني دولة الإمارات وتسهيل كافة الإجراءات لإعادتهم إلى أرض الوطن. سجل والد مشعل ابنه المتواجد في المكسيك مع جده في خدمة تواجدي المخصصة لإجلاء المواطنين في الحالات الطارئة. ألو، معاكم مركز العمليات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصلنا طلبكم. وعليه قام مركز العمليات التابع للوزارة بالتواصل المباشر مع والد الطفل مشعل العلي، وتم التنسيق مع بعثات الدولة في كل من الولايات المتحدة المكسيكية وكندا والمملكة المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات وإجلاء الطفل وجده إلى الدولة وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن. وبفضل جهود الوزارة الحثيثة ومركز العمليات وسفارات الدولة على مدار الساعة، انطلق مشعل بصحبة جده من المكسيك إلى كندا. Thank you for all your support and your help. ورحلة العودة تواصل مسارها من كندا إلى المملكة المتحدة. You take care, yeah. You have a nice flight. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. All the best. Thank you very much. وأخيراً تنطلق الرحلة من لندن إلى دبي. وبعد رحلة طويلة دامت 48 ساعة بتضافر الجهود والأعين الساهرة على سلامة مواطني الدولة حول العالم، عاد مشعل إلى دياره والحمد لله. ولا تشلون هم